معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من واشنطن المحامي كامل حسني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات. مرحبا بك سيد كامل. نبدأ من دراسة جديدة لمؤسسة الشرق الأوسط للبحوث أكدت أن 55% من النازحين في كردستان العراق يرفضون العودة إلى مدنهم ويخططون إلى الهجرة خارج العراق، كيف تقرأ ذلك؟ يعني هذا معروف انه الدولة العراقية غير صالحة للسكن الآدمي، بالتحديد حتى بغداد العاصمة ليست المناطق المنكوبة في المحافظات التي كانت محتلة من داعش او المحافظات الجنوبية اللي تسرح وتمرح بها الميليشيات الإجرامية. فالحياة لا تطاق، والمؤسسات الدولة التي كان اجدادنا بنوها قبل 100 سنة حتى تحمي حقوق المواطنين أصبحت دكاكين تبيع وتشتري بحقوق الناس وحرياتهم وأموالهم ومصالحهم وحتى أعراضهم. يعني هل العراق بلد فقير؟ ما الذي يمنع السلطة من العراق في العراق من توفير حياة آمنة مستقرة لمنع حدوث هذه الظواهر وهجرة الشباب إلى الخارج؟ لا، البلد ليس فقير، ولكن بالعكس اصلا العراقيين الهاربين او اللي يطلعون للهروب من العراق هم يسعون للوصول الى حتى دول فقيره، ولكن بوجود احترام لحكم القانون ومؤسسات تحترم حقوق الانسان ويحاولون ان يجدون يبدون من الصفر، حتى بالنسبه ليست للشباب وحتى للكبار، لانه لا امن ولا امان في اي مكان من ارض العراق، وكردستان تعتبر بالنسبة لهم بحبوحة للأمان. يعني الكثير الذين ينوون الهجرة هم من النازحين بحسب مؤسسة الشرق الأوسط البحثية. برأيك أستاذ كامل، إلى متى تستمر معاناة النازحين وأين دور السلطات منهم؟ والله النازحين يعني تستمر ما دامت العملية الإجرامية جارية بالعراق، ويعني الامل بانهاء العمليه الاجراميه ليست في المناطق المنكوبه والنازحين، حتى المناطق الجنوبيه الناس تسعى للهروب، يعني حتى من القيادات، والان اكو قيادات تشارك في الانتخابات قدمت اوراق وقدمت ملفات من خارج الحدود لانه غير امنه ان تعيش داخل العراق. طيب ما تداعيات اذا هذا الاستنزاف البشري لفئات الشباب؟ كيف سيترك آثاره على الجيل المقبل للعراق؟ ولهذا كل الكفاءات والناس المتنورة اللي عندها إمكانية خرجت من العراق، والآن الموجودين هم الناس البسطاء اللي غير قادرين على السفر والهروب والخروج والإقامة خارج العراق، ولهذا البلد بوضع انحطاطي يعني لم يسبق له مثيل حتى بالعصور الجاهلية. تلاحظ أنه بلد ميزانيته فوق المليار دولار ولا يستطيع أن يوفر حتى الأمان، هذا اللي تركنا الخدمات والمسائل والعمل، الأمان اللي يحتاج الكائن البشري مفقود في بغداد وفي كل المحافظات العراقية. أشكرك شكر الجزيل. من واشنطن المحامي كامل حسني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات.